تفضل أخي عبد القادر من كندا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تحياتي لكل الإخوة والأخوات بدون استثناء ولا إقصاء ولا تهميش داخل الجزائر وخارجها، وتحياتي إلى كل أبناء وبنات وطني في كل مكان الذين نتفق معهم أو لا نتفق معهم في الرأي والخلفيات والمواقف، والتي تجمعنا جميعا أم واحدة ألا وهي الجزائر. أقول لهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونقول بهذه المناسبة السعيدة عيد ميلاد سعيد لإذاعة وطني. الله نقول يسلمك. لك خويا نور الدين هابي بيرث داي للإذاعة. الله يسلمك. الله يسلمك. وش نقول لك، والله أنا نشوف أن إذاعة وطني في إطفائها للشمعة الأولى هذه أعتبرها تجربة رائعة وناجحة مع قصر عمرها السنة الأولى. يعني كي تكومباري الإذاعة نشاطها مع السن نتاعها، أنا نشوف الله يبارك يعني هذه الإذاعة تجربة يعني ناجحة بكل المقاييس. كيفاش كما تعرفت نسمع، علينا قبل اخ عبد القادر؟ تعرفت علي، اولا تعرفت على سي نور الدين خبابة قبل ما نتعرف على الإذاعة. يعني كنت نتبعك منذ سنوات عن طريق عن طريق اليوتيوب. اليوتيوب، عن طريق يا عن طريق اليوتيوب كنت نقرأ لك مقالات المقالات نتاعك، وعجبني التوجه نتاعك، التوجه نتاعك الوطني عجبني كثير، فهذا هو اللي خلاني نتبع. بعد ذلك تبعت الإذاعة ويعني قررت باش نشارك بالآراء يعني المتواضعة، يعني من أجل بناء، من أجل يعني الذهاب إلى الشعار اللي راك رافده في المشروع تاعك: الجزائر حررها الجميع وأخطأ في حقها الجميع ويبنيها الجميع. نعم. أما قضية يعني كثير من المشكل تاعنا في البلاد، أننا مباشرة نديروا ليتيكات، يعني أي واحد باش نحبوا نعزلوه، يعني هذه من القديم، يعني أي واحد نحبوا نعزلوه قال هذا شيوعي مثلا، هيا عزلوا، قال هذا قبيلي، قال هذا إسلامي، قال هذا كذا، يعني هذا من أجل عزل ومن أجل حصر هذا الرأي وهو هذه الفكرة، أو من أجل التغييب. هذه يعني أمور معروفة، يعني أن كون تقرأوا قضية الأفكار، يعني كيفاش نعزلوا الأفكار، نديروا نشوهوها بالزيتيكات هذه. فأنا نشوف يعني أن إذاعة وطني هي إذاعة وطنية بأتم معنى الكلمة، ما عندها حتى علاقة بالإسلاميس ولا الإسلاميين، وإن كان احنا نقولوا باللي الإسلام هو مركب ثقافي كبير في الشخصية والهوية الجزائرية. يعني الواحد ما لازمش يخلط بين يعني هذا، الإذاعة هي لكل الجزائريين، والجزائريين فيهم إسلاميين. ف يعني في السنة الأولى لإطفاء الشمعة الأولى لإذاعة وطني، أنا أشوف إذاعة وطني وصلت بين الجزائريين، يعني لو ندير تقييم صغير يعني أنها وصلت بين الجزائريين، مش كل الجزائريين ولكن بعض الجزائريين داخل الجزائر وخارجها. هذا يعني حاجة كبيرة يعني عملتها أنت يا وعملتها الإذاعة بكل أطيافهم وتوجهاتهم. احنا ما نحوسوش نكونوا احنا كوبي يعني لبعضنا بعض، كاع ديز اسلاميست ولا كاع لايك ولا كاع دي ديموكرات ولا كاع كذا، نو يا سيدي، لازم نتعايش بتنوعنا، وهذه ستونريشاس للبلاد ايها الاخوه المستمعون، هذه ستونريشاس. احنا مثلا عايشين هنا في كندا، عندنا كل الطوائف وكل الاراء وكل الاختلافات، هذه ستونريشاس للبلاد. فنفس الشيء بالنسبة للجزائر، الجزائر فيها إسلاميين، نعليش نحترموهم نسمعوا لهم، فيهم وطن، فيهم لائكيين نسمعوا لهم وكذا، والشيوعيين كيف كيف، وهكذا هكذا نبني الجزائر مع بعض. إذاعة وطني أنا نعتبرها هي إضافة إيجابية، جد إيجابية، إضافة إيجابية لهذا الحراك السياسي. الجزائر والشباب الجزائري رانا في حراك سياسي، هذا الحراك، هذه الإذاعة هي إضافة إيجابية
لهذا الحراك السياسي، وتعتبر كذلك إضافة إيجابية في هذا التراكم السياسي، لأن مستحيل يكون تغيير للبلاد إلا عن طريق تراكمات، تراكمات تاع الخبرات وتراكمات تاع التجارب. فهذه الإذاعة تعتبر إضافة إيجابية في هذا التراكم السياسي. كذلك الإذاعة وطني أنا نعتبرها صوت، يعني من خلال مشاركتي فيها هي صوت للصامتين، صوت للمحقورين، صوت للمقصين، صوت للمهمشين، صوت لمن لا صوت له، وصوت لمن لا منبر له. يعني بارك الله فيك يا أخويا نور الدين أنك فتحت يديك وقلبك للجميع بدون استثناء. هذا فخر، هذا فخر أنك فتحت صدرك لخوتنا في الأرسيدي، وفتحت صدرك وإذاعتك للإخوة الإسلاميين، فتحت قلبك كذلك لكل الناس، كل الجزائريين، مدني مزراق، علي بالحاج، يعني وحاولت تتصل بجماعة في لافافاس ما قدرتش وكذا، وحبيت تتصل بكل الناس، ولكن هذا هو الطريق الصحيح لبناء الجزائر، ما فيش طريق آخر أيها الإخوة الكرام. صوت للصامتين، صوت للمحقورين، صوت للمقصين، صوت المهمشين. وشكون اللي كان يسمع على خط عبد الرحيم؟ وشكون اللي أثار قضية عبد الرحيم؟ من قضية المطار اللي تعتبر طابو، يعني لم يعالجها إلا الإعلام الرسمي، إعلام اليتيمة. يعني الآن الحمد لله سمعنا صوت المحقورين في الجزائر والمغيبين في الجزائر. إذاعة وطني خويا نور الدين أنا نشوفها هي همزة وصل بين كل الأجيال، الأجيال اللي ما بعد الاستقلال، الأجيال اللي زادوا قبل الأزمة تاع 92، والأجيال اللي زادوا بعد الأزمة تاع 92. إحنا لو شفنا في الجزائر مثلا، لما نمشوا الجزائر نشوفوا الناس يحكوا غير مع سنهم، يعني الكبار مع الكبار، الصغار مع الصغار، ما كانش الانترفيرونس أو تخلي جينيراسيون. الحمد لله الآن رانا نسمعوا كل الآراء، الآراء تاع الناس تاع 25 كون، الآراء تاع واحد 40 سنة عنده تجربة، والآخر آراء تاع واحد عنده 60 سنة عنده تجربة منذ الاستقلال، وهكذا. هذا يعني تقدم إلى الأمام، يعني أننا نسمع كل الأفكار من خلال كل الأجيال، وهذا يساعد على التقارب بين الأجيال، لأن مستحيل أن الجزائر يبنيها جيل واحد. هذوك يقول لك أنتم صغار، وهذوك الجيل يقولوا الكبار يقولوا أنتم فاتكم القطار، وهذا خطأ. الأولى أننا نسمع بعضنا، الجيل اللي بعد الاستقلال يسمع الجيل بعد قبل الأزمة تاع 92، ويستمع كذلك للجيل ما بعد الأزمة تاع 92. كذلك إذاعة وطني من خلال تقييمي لها نشوفها هنايا هي وسيلة كسر الطابوهات. الآن ما عدناش طابوهات كسرتها، المواضيع التي يحرم طرحها ومعالجتها بأي سبب من الأسباب الحمد لله أنا بدنا نسمعوها. البارح مثلا هنا تناقشنا مثلا على الرئيس الأول للجزائر رحمه الله أحمد بن بلة، يعني بدون يعني طابوهات، وتكلمنا على موقف النظام من خلال الجنازة مثلا تاعو بدون طابوهات وبدون أي خلفيات، يعني نتكلم في خدمة للجزائر ليس إلا. الحمد لله الآن بدنا نسمع مدني مزراق. وشكون اللي يسمع مدني مزراق من قبل؟ وشكون اللي يسمع مدني مزراق مثلا في قضية المختطفين، اللي إلى يومنا هذا يعني أمهات المختطفين يتحصرون ويبكون دما على أولادهم. يعني الآن عرفنا الحقيقة عن المختطفين، وهكذا. فإذاعة وطنية نثمنها كثير لأنها كسرت كل الطابوهات. قضية تاع بوضياف، قضية تاع بوضياف، مقتل بوضياف رحمه الله كذلك يعتبر طابو من الطابوهات الكبيرة. فأخونا نور الدين بارك الله فيك أنك استضفت ابن يعني ناصر بوضياف، صدفته وتكلمنا معاه وسمعنا رأيه إلى غير ذلك.
فقناة وطني أو إذاعة وطني أنا نعتبرها أداة إيجابية من أدوات التغيير في الجزائر. من خلالها يعني هذه بداية فقط، من خلالها تتقارب الأفكار، ومن خلالها نشوف اللي كاين إمكانية إن شاء الله، هذا استقراء للمستقبل، إمكانية لبناء نخبة، وهذه النخبة بدون إقصاء شعارها الجزائر حررها الجميع وأخطأ في حقها الجميع ويبنيها الجميع. هذه النخبة هي التي تشارك في عملية البناء وتشارك في إعادة السيادة للشعب الجزائري. يعني هذه إذاعة وطني. فأقول لك يا أخويا نور الدين بهذه المناسبة السعيدة، بارك الله فيك، بارك الله فيك، بارك الله فيك. ونشاطك هذا يذكرني والله العظيم، يذكرني بنوعية النخبة الجزائرية مثل الشيخ البشير الإبراهيمي والشيخ العربي تبسي والشيخ عبد الحميد بن باديس، ويذكرني بالطاقات والنخبة الهائلة الجزائرية اللي عندها مستوى رفيع. يعني كان باديس رحمه الله وكان الإبراهيمي كانوا أمة وحده، هو أمة. مثلا بوضياف كذلك كان أمة، أي تحمد أمة. فأنا نشوف يا نور الدين خبابة أنت راك ذكرتنا بالنخبة الجزائرية الصادقة والمخلصة للجزائر، وأقول لك من سن سنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. فهذه سنة وهذه حسنة من حسناتك، إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يجزيك خير الجزاء. الاقتراحات والله العظيم يعني ونختصر في الاقتراحات، قضية التموين. أنا نقول للإخوة ربما يظنوا باللي إذاعة وطني، وترى قلتها من خلال المقدمة، راه فيها استوديو وفيها إدارة وفيها عاملين في الإذاعة وفيها كذا، ما فيها إلا أخونا نور الدين خبابة، هو المخرج وهو المدير وهو العامل وهو كل شيء. ولذلك قلت لك يعني راك أمة يا أخويا أمة. فأنا أقترح في المستقبل إن شاء الله أننا نسعى وندير اليد في اليد باش نخرجوا هذا الإذاعة من مؤسسيها فقط. يعني المؤسس نتاعها هو نور الدين، فلازم نخرجوها من المؤسس نتاعها، يعني لازم تكون المشاركة أوسع والإدارة تكون أوسع والإخراج يكون أوسع والتموين ثاني كذلك يكون، لازم كل المشاركين أنا أقترح لازم يكون فيه تموين. ولكن أنبه خويا نور الدين، هذا التموين ما لازمش يأثر على وجهة الإذاعة. نعم هذا هو المطلوب، بارك الله فيك. فإذا كان التموين راح يأثر على المشروع تاع الإذاعة فخليها هكذا، نعم أقعد هك. ولكن أقول لك فيه رجال، يعني الجزائر مازال فيها رجال، وإن شاء الله راحين بإذن الله نسعى وباش نشاركوا جميعا. وهذا بعد ما تدير الإطار القانوني تاع الإذاعة إن شاء الله، ويكون التموين، ومن ثم يكون لك أنت يا صالح، ويكون استوديو الإذاعة هذه، وتكون بوسائل يعني متطورة إلى آخره. فهذا وش نقترح. قضية التقنيات مثلا التسجيلات اللي راك تعملها من الأحسن، على بالي ما عندكش الوقت، على بالي بالمشكلة وقت، لأن عندك عائلة وعندك أولاد وعندك أمور كثيرة شخصية، فصعيب باش توفق بين هذا وذاك. ولكن أقترح أنا في المستقبل إن شاء الله لما توسع الإدارة تاع الإذاعة، باش التسجيلات نتاعك تكون يعني التسجيلات هذيك ما تكونش تاع 3 سوايع وربع سوايع وخمس سوايع، لأن المشكل في الجزائر ما يقدروش يشوفوا الكليب هذو تاع اليوتيوب تاع 3 زوري 4 اور، يشوفوا إلا 15 مينوت. نعم. فمن المفروض تكون مقطعة، ولكن هذه المشكلة مش المشكلة تاعك، مشكلة الإدارة كما قلت. نعم. وكذلك مشكلة الإشهار، يعني نفكروا في الإشهار، كيفاش نديروا الإشهار في هذه الإذاعة في الجزائر. ونخلي الكلمة للإخوة، وممكن بعد نزيد بعض الاقتراحات. والسلام عليكم، ونزيد نقول لك هابي بيرثداي لهذه الإذاعة، وكل عام عيد ميلاد سعيد، والسلام عليكم. وعليكم السلام، بارك الله فيك يا أخي عبد القادر.